عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا جميعا بخير. Today we will resume our lectures on vector spaces. Lecture 14 is about how to find a basis. First, we will start to revise some points from last lecture. احنا اللكتشر اللي فاتت اتعرفنا على two main concepts, basis and dimension. عرفنا انه a set of vectors هنسميها S in a vector space V is called a basis for V if it satisfied two conditions, which are in the S spans V and it is linearly independent. فاحنا الاكزامبلز اللي احنا بدأنا نحلها كلها هي انه في الاكزامبل كان مديني set of vectors وبيسألني هل هي basis لvector space أو subspace معينة هو محددها ولا لأ. فكنا بنبدأ إن إحنا بنتفك الـ two conditions اللي هما الـ spanning والـ linear independence. وعرفنا برضو من خلال حتى الـ examples اللي إحنا حليناها وكده إنه a vector space has infinitely many bases. Basis ده اللي هو الأساس بتتكتب B-A-S-I-S. Basis اللي هي الجمع بتاع البيسس بتتكتب B-A-S-E-S عشان محدش يفتكر إنه في حاجة غلط في الكلام يعني. فعرفنا إنه الـ vector space has infinitely many bases. Only one of them is the standard أو اللي إحنا قلنا الـ natural basis. وعرفنا إنه الفورم بتاع الـ standard أو natural basis للـ well-known vector spaces بيبقى شكله عامل إزاي. عرفنا الـ standard basis للـ Rn، الـ Pn، الـ MmN. تعرفنا على theorem مهمة اللي بتقول لي إنه لو أنا عندي set of vectors بيكونوا لي basis لل vector space V، يبقى أي vector في ال vector space ده بيتكتب بطريقة وحيدة as a linear combination of the vectors in the basis. بعد كده بقى اتعرفنا على ال concept التاني اللي هو ال dimension. زي ما ذكرت any vector space has infinitely many bases. ولكن هم بيشتركوا في حاجة مهمة جدا وهي الـ number of vectors in every basis ثابت لا يتغير. وبنقول إن الـ dimension هو عبارة بقى عن الـ number of vectors in a basis. بنسميه الـ dimension وبنعمل له notation اللي هو dim of مثلا w أو v whatever الـ subspace أو الـ vector space اللي بنتكلم عليه. وبرضه اتعرفنا على theorem تانية مهمة بتقول لي إنه لو عرفت مثلا إن الـ dimension بتاع vector space معين بتساوي n وكان عندي set of n vectors، يبقى علشان أثبت إن هي basis أو لأ، it is sufficient to set to check only one condition، يا إما الـ span يا إما الـ linear independence، لأن لو واحد فيهم اتحقق يبقى بالتبعية التاني لازم يتحقق. ده ليه؟ علشان عارفة الـ dimension، فمتأكدة إنه لازم يكون في الـ basis مثلاً n vectors. لو كان أزيد من كده مش هتكون basis لأن هيكون السد دي linearly dependent. لو كان أقل من كده برضو مش هتكون basis لأن السد هتكون في الحالة دي does not span ال vector space أو subspace اللي أنا بتكلم عليه. آخر نقطة عملناها اللي أنا هزود فيها حاجة بسيطة اللي هي متعلمة بالأحمر دي، وهعمل أبديت للسلايد ديت في الـ PDF فايل اللي موجود على مودل، إن إحنا ذكرنا في النوت ديت إن لو V vector space وال W non-zero subspace of V، يبقى الـ dimension بتاع
ال W less than or equal the dimension of ال V. معناه ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو انا بتكلم على الفيكتور سبيس P2، انا عارفة ان ال P2 ال dimension بتاعه 3، يبقى ال dimension of any subspace of any non-zero subspace of P2 هيكون less than or equal 3. طب لو هو بيساوي 3 بقى فعلا، يبقى ده معناه ان انا ان السبسبيس اللي بتكلم عليها هي نفسها الفيكتور سبيس اللي هو البي 2. يعني النوت الاخيره اللي انا زودتها هي اللي بتقول لي انه الدايمنشن اوف دبليو بقى لو الايكواليتي حصلت وهو بيساوي الدايمنشن اوف في، يبقى الدبليو اللي بتكلم عليها هي نفسها الفي. يعني السبسبيس اللي انا بتكلم عليه هو نفسه الفيكتور سبيس. بس كده خلصنا النوتس اللي احنا كنا عايزين نقولها على المحاضرة اللي فاتت والريفيجن اللي احنا عملناه على المحاضرة اللي فاتت، وهنبدأ بقى نشوف الكونسبت الجديد بتاع المحاضرة دي اللي هو how to find a basis. زي ما ذكرت المرة اللي فاتت كنا بس بنقف هل الـ set of vectors دي basis ولا لا. طب فرضا واحد من الشروط مش متحقق، ازاي اكون او اوجد بيسز للفيكتور سبيس او سب سبيس المعين ده؟ اول ابروتش اللي هنتكلم عليه بيقول لي بروسيدير امشي عليه لو كانت السات اللي انا بتكلم عليها دي spans الفيكتور سبيس او سب سبيس but is not linearly independent. ازاي بقى اتصرف؟ هنشوف. نتعرف على theorem 1 والبروفز بتاعت theorem 1 او theorem 2 اللي احنا لسه هناخدها في اللكتشر دي مش مطالبين ان انتوا يعني تعملوا البروف ليها، هو موجود في الكتاب لو انتوا حابين تطلعوا عليه طبعا، او حتى لو عايز حد يسألني فيه، لكن مش مطالبين. theorem 1 بتقول لي if S is a set of k non-zero vectors in a vector space V and let W equals span S, then some subset of S is a basis for W. معنى ايه الكلام ده؟ زي ما انا شرحه برضو في الكلام اللي بعد الثيرم، كأن ثيرم 1 بتقول لي إنه every spanning set، أي set بتعمل span ل for example W can be reduced to a basis for W. إزاي؟ by removing appropriate vectors from S. ما هو لو S بتعمل span يبقى هي محققة أول شرط. جينا على تاني شرط عملنا تشيك لقينا ان هو مش متحقق، يبقى ده معناه ان الـ S is linearly dependent، وهو بيقول لي ان هي مش جواها اي zero vectors، وبالتالي ده معناه انه في بعض الـ vectors linear combinations of other vectors in S. فلو انا شلت الـ vectors اللي تعتبر زيادة دي، السات بتاعتي هتفضل تعمل span بالريمارك الأخيرة اللي احنا أخدناها في linear independence، وكمان هتكون linearly independent، وبالتالي هتحقق الشرطين والسات الجديدة اللي أنا شلت منها الفكتورز الزيادة اللي مش ضايفين لي شيء غير إن هم مخليين السات linearly dependent، هتكون دلوقت بتعمل span اللي هي الوظيفة الأساسية بتاعتها اللي هي ما تأثرتش بال removing of vectors الزيادة أو vectors اللي هم linear combinations of other vectors in S، وكمان هتكون في الحالة دي linearly independent. فكأنه بيقول لي إنه every spanning set contains a basis، أي spanning set لو هي بتحقق اللينير اندبندنس هتبقى هي البيسس، لو هي ما بتحققهوش اقدر اقللها
بإنما أشيل الفيكتورز الزيادة بحيث إنها تكون كمان linearly independent وبتعمل span زي ما قلنا، وبالتالي هتكون basis لل هتكون هت هيكون جواها يعني basis للفيكتور space أو subspace اللي أنا بتكلم عليه. هنشوف دلوقتي بقى procedure، يعني خطوات نمشي عليها علشان أحقق الكلام ده، لأن لو أنا يعني مشيت كده قعدت أقول ده ممكن الفيكتور مثلا ده يكون linear combination، فاتحققت ده فعلا linear combination هشيله وأشوف هل هم linearly independent دلوقتي ولا لأ، أجي أشوف ألاقيهم لسه، أشوف مين الفيكتور التاني اللي هو linear combination الزيادة أقوم شايلاه. يعني هو ده المفروض الفكر بتاعنا يكون، لكن في بروسيدير طبعا محددة نمشي عليها علشان نوصل على طول للست اللي أنا أقدر أقول إن هي هتكون basis للفيكتور سبيس أو السب سبيس اللي أنا بتكلم عليه. البروسيدير بقى بتقول لي إيه؟ بتقول لي لو الاس the set of non-zero vectors in a vector space V, then the procedure for finding a subset, هنسميها T, of a set S, so that T is a basis for W, اللي هو عبارة عن span of S, هتكون كالتالي. أول step كأني بعمل check للينير إنديبندنس، كأني بشوف هل الفيكتورز اللي جوه الاس linearly independent ولا لا. ف I will form الايكويشن C1V1 plus C2V2 plus CKVK equals the zero vector، وبعد كده طبعا هيكون عندي resulting homogeneous linear system. هجيب الاوجمنتد ماتريكس اللي هي equivalent للكوفيشنت ماتريكس، يعني ممكن اتعامل مع الكوفيشنت ماتريكس كان هي الاوجمنتد ماتريكس of the homogeneous system of linear equations، وهحولها للاشلون فورم. طبعا لو الفيكتورز كانوا linearly independent خلاص هقول ان السد دي هي البيسس، لكن لو هم مش linearly independent يعني لقيت ان الهوموجينس سيستم اوف لينير ايكويشنز ده هاز نون تريفيال سولوشن، يبقى هعمل ايه بقى؟ هحدد الكولمز اللي بتحتوي على الليدنج انتريز، والفيكتورز الكورسبوندينج للكولمز اللي بتحتوي على الليدنج انتريز دي هقول ان هي بتكون بيسس للدبليو او span S، لأن زي ما ذكرنا المرة اللي فاتت وشفنا إنه الفيكتورز بيتكتبوا في صورة columns، فالcolumns اللي فيها leading entries هي ديت الفيكتورز الكورسبوندينج للcolumns اللي فيها leading entries هي دي اللي هتكون لي البيسس للspan S. نيجي نشوف بقى examples. أول example بيقول let S equals set of five vectors in R4. الاس جواها خمسة vectors جوا R4، يعني كل vector منهم بيتكون من four components، لان احنا عارفين ان ال R4 is the vector space of all four vectors with real components. بيقول ايه بقى؟ find a subset of S that is a basis for span S اللي هو مسميه W، وبيقول لي كمان what is the dimension of W. فمحتاجة أول حاجة أجيب البيسس علشان أعرف الدايمنشن. إحنا زي ما شفنا ال W هنا اللي هو span S ده طبعا subspace of R4، وأنا عارفة إن الدايمنشن بتاع R4 كام؟ أنا عارفة إن الدايمنشن of Rn equals n، يبقى الدايمنشن of R4 equals 4، وبما إن W subspace of R4 يبقى الدايمنشن of W less than or equal R4.
الدايمنشن اوف ار 4 اللي هو ان الدبل الدايمنشن اوف الدبليو از ليس ذان اور ايكوال 4. دي النوت اللي احنا ذكرناها في اول الليكتشر النهارده. فالاس contains 5 vectors اللي هم اكتر من الاربعه، وبالتالي انا متاكده من قبل ما ابدا ان الاس مالها linearly dependent، بتعمل span لحاجه اسمها w بس هي linearly dependent، غير مستقله خطيا. وبالتالي بقى هحاول اوجد subset من الاس تكون basis للw، يعني كاني هحاول اريموف الفيكتورز الزياده اللي مخليين الاس تكون linearly dependent، والريموفينج بتاع الفيكتورز الزياده ده مش هيأثر لي على وظيفه الاس الرئيسيه اللي هي انها بتعمل span لsubspace of R4 اسمها الW. هنمشي بالمتبعين الخطوات الثلاثة اللي احنا قلناهم في البروسيدير اللي في سلايد 5. أول حاجة كأني بتشيك linear independence، بس أنا متأكدة إن هما linearly dependent، بس لازم بمشي الخطوات دي علشان دي من البروسيدير. فهكون الـ equation C1V1 plus C2V2 plus C3 v3 plus c4 v4 plus c5 v5 equals the zero vector. وهعوض بقى بالv1 والv2 والv3 والv4 والv5 وهسويهم بالزيرو vector في r4 اللي هو عبارة عن vector جواه 4 components كلهم بزيرو. وهلاقي بقى لو أنا سويت left hand side right hand side إن أنا هيجيلي homogeneous system of linear equations، زي ما احنا شايفين الـ number of equations 4 والـ number of unknowns كام 5. فهحط بقى الـ augmented matrix، وزي ما احنا عارفين في حالة الـ homogeneous system of linear equations ممكن أتعامل مع الـ coefficient matrix بس، وهحولها لـ echelon form عن طريق بقى بعض الرو اوبريشنز اللي انتوا اكيد هتكونوا عارفينها. لما حولتها للاشلون فورم احنا متاكدين طبعا ان النمبر اوف نون زيرو روز لازم هيطلع لزان النمبر اوف انونز، لان احنا يعني باستخدام الفكره بتاعه الدايمنشنز واللي احنا ذكرناها في اول السولوشن بتاع الاكزامبل ده، عارفين انه الاس هتطلع linearly dependent، فمتاكدين ان الهوموجينس سيستم هيبقى عنده نون تريفيال سولوشن. فلو حتى حد ما اخدش باله من الجزئيه الاولانيه واشتغل ان هو بيتشيك linear independence هيلاقي انه النمبر اوف نون زيرو روز اللي هي الار از ايكوال تو 2، واحنا عندنا كام unknown؟ عندنا 5، يبقى الار از less than الـ number of unknowns، وبالتالي الـ homogeneous system has non-trivial solution، وبالتالي الـ S is linearly dependent. طيب إزاي بقى أشيل الـ vectors الزيادة، أو مين هم الـ vectors في الـ S اللي هيكونوا لي basis للـ W؟ هنحدد الـ columns اللي فيها الـ leading entry. الـ leading entries هي ال1 اللي انا معلمه عليه بسيركل حمراء دي، وال2 في رو 2، بعد كده ما عنديش اي ليدنج انتريز ثانيه. فهحدد بقى ايه هي الكولمز اللي فيها الليدنج انتريز. الكولمز اللي فيها الليدنج انتريز هي كولمز 1 اند 2. طب كولمز 1 اند 2 ديت كورسبوندنج لانه فيكتورز corresponding زي ما احنا شايفين وقلنا المرة اللي فاتت ان الفيكتورز بتوعنا هم اصلا موجودين في شكل الكولمز دي. يعني لو بصينا على اول فيكتور هو 1 2 نيجاتيف 2 1 اللي هو v1، وتاني فيكتور هو v2، تالت فيكتور هو v3 and so on. فاحنا بنحدد الكولمز اللي فيها leading entries، والفيكتورز اللي corresponding للكولمز دي بنقول ان هم البيسس بتوع الـ W.
فلو احنا بصينا هنا هنلاقي ان columns 1 and 2 contain the leading entries، وبالتالي بقول ان ال V1 وال V2 is the set containing V1 and V2 is a basis for a W أو span S. وال dimension of ال W هيبقى في الحالة دي كام؟ ال dimension هو عدد ال vectors في ال bases لل W، وبالتالي هلاقي إن أنا عندي 2 vectors، وبالتالي ال dimension of W هيساوي 2. وعايزاكم بس تاخدوا بالكم إن ال vectors اللي هتطلع لي ك bases معتمدة على ترتيب الفيكتورز اللي أنا حطاها هنا. يعني لو واحد جه حل بإن هو حط الـ V2 الأول وبعد كده الـ V3 وبعدين الـ V4 وحط الـ V1 في الآخر، هيطلع له بيسز برضه مكونة من 2 فيكتورز، بس هيكونوا من 2 فيكتورز تانيين. فالأوردر اللي أنا حاطة بيه الفيكتورز في الكولمز بيحدد لي أنه فيكتورز اللي هتكون هي البيسز للسبسبيس بتاعي ال W. فبالتالي كده ال V1 وال V2 بيعملوا سبان لل W، لأن لما أنا شلت الفيكتورز الزيادة ما أثر من ال S، ما أثرش على وظيفتها الأساسية، وكمان بقوا linearly independent، وبالتالي السيت اللي جواها ال V1 وال V2 is a basis for ال W اللي هو سبان S. هنشوف example تاني. ال example ده بيقول لي consider the following subset of P3. ال subset دي مكونة من كام vector؟ من 4 vectors. وأنا عارفة إن ال dimension of P3 برضو equals ال 4. فمش عارفين بقى هل هي فعلا بتعمل linearly independent ولا لأ؟ هنشك. بيقول لي find a basis for the subspace W اللي هو عبارة عن span S. يعني كأنه بيقول لي ال S دي بتعمل span لsubspace معين اسمه W، هاتيلي basis لل W. يعني كأنه بيقول لي شوفي لو ال S دي linearly independent خلاص، يبقى في الحالة ديت هقول إنه ال S هي ال basis لل W. إنما لو ال S is not linearly independent يبقى هتبع البروسيدور بتاعي علشان أحدد مين هم اللينيرلي اندبندنت فيكتورز اللي جوه الاس، وهيبقوا هم دولت البيسز فور الدبليو. وبيقول لي برضو what is the dimension of W، وكمان describe W أو span S. الحل هيكون كالآتي، زي ما قلنا إنه الـ S spans W، فمحققة الشرط الأولاني. لو الـ S linearly independent يبقى هتكون basis للـ W، لو هي linearly dependent يعني غير مستقلة خطياً يبقى ده معناه إن في subset من الـ S تعتبر basis للـ W. هنكونها إزاي أو هنوجدها إزاي؟ بقى عن طريق إن أنا بشيل الفيكتورز معينة تعتبر linear combinations of other vectors in S. برضو هنبدأ إزاي؟ هنحط الإيكويشن بتاعتنا اللي هي عبارة عن C1 في أول vector في الS plus C2 في تاني vector في الS plus C3 في تالت vector في الS plus C4 في رابع vector في الS، وهسويه بالزيرو فيكتور في الـ P3 اللي هو عبارة عن 0t to the power 3، الزيرو بولينوميال يعني 0t to the power 3 plus 0t square plus 0t plus 0. وهلاقي إن أنا هيبقى عندي resulting homogeneous system of linear equations. هحط الـ augmented matrix أو الـ coefficient matrix بتاعتي، هحولها لـ echelon form، وهلاقي هنا إيه بقى؟ هلاقي إن number of non-zero rows equals 2، والnumber of unknowns
equals 4 وبالتالي الـ R is less than N which means that the homogeneous system of linear equations has non-trivial solution لأن هنا عندي هيكون في free variables فهيكون عندي infinitely many solutions وفي الـ example بتاعنا هيكون عندي two free variables اللي هو N-R ده أنا بزود لكم حاجات كـ revision يعني مش شرط نكتب الـ number of free variables بس أنا بزود لكم علشان يعني إيه تربطوا الحاجات ببعض وبالتالي بما إن الـ homogeneous system of linear equations has non-trivial solution ده معناه إنه الـ S is linearly dependent غير مستقلة خطياً طب إزاي أوجد subset من الـ S تكون هي linearly independent وبالتالي basis for W زي ما ذكرنا في الاكزامبل اللي فات هنحدد الكولمز اللي بتحتوي على الليدنج انتريز لو احنا جينا بصينا على الاشلن 4 هنلاقي ان اول ليدنج انتري هو ال1 اللي فرو 1 ده وتاني ليدنج انتري عندي هو ال1 اللي فرو 2 بعد كده ما عنديش اي ليدنج انتريز ثانيه الكولمز اللي بتحتوي على leading entries هي column 1 and 2 يبقى بالتالي the vectors corresponding to columns 1 and 2 هيكونوا لي basis for W ليه؟ لأن احنا أصلا عارفين إنه كل vector من الفيكتورز اللي عندي دولت مكتوبين في صورة columns من الـ augmented matrix أو الـ coefficient matrix بتاعي يعني لو بصينا على أول polynomial هنا وقلنا إن في الـ polynomials كأني بتكلم على الـ coefficients الـ coefficient of t to the power 3 هو 1 الـ coefficient بتاع t to the power 2 هو 1 الـ coefficient بتاع t هو negative 2 الـ constant term هو الـ 1 نيجي لتاني فيكتور الـ coefficient بتاع t to the power 3 0 الـ coefficient بتاع t square 1 الـ coefficient بتاع t 0 الـ constant term 1 and so on فكل فيكتور من اللي عندي متمثلين في صورة column في الـ coefficient matrix فبحوله للـ coefficient matrix للـ echelon 4 والكولمز اللي فيها leading entries بحددها وبالتالي بقول إنه الفيكتورز corresponding to the columns containing the leading entries هي دي اللي هتكون لي basis for W فالفيكتورز بتوعي هنا اللي هيكونوا لي basis هما أول فيكتور وتاني فيكتور أول فيكتور اللي هو t to the power 3 plus t square minus 2t plus 1 و t square plus 1 دو السد دي هتكون لي basis for W والdimension of W في الحالة دي اللي هو عبارة عن number of vectors in a basis for W هتكون 2 وزي ما قلت في الاكزامبل اللي فات أنا هنا طلعت إن هم دولت البيسس لو حد تاني كان اتلخبط او يعني whatever كتب الفيكتورز مش بنفس الترتيب اللي انا كتباه يعني مثلا لو كتبته تاني فيكتور ده تاني وتالت فيكتور هم اول وتاني اول وتاني كولمز والباقيين بالترتيب العادي الاول فيكتور هيبقى التالت والاخير هو الاخير هتلاقوا ومشيتوا في الخطوات هتلاقوا ان هيطلع لكم ان اول 2 columns هم اللي فيهم leading entries وبالتالي اول 2 vectors بالترتيب الجديد هم هيكونوا البيسس بتاعت ال W هيكونوا مختلفين عن البيسس بتاع حد تاني حللها بنفس طريقتي بس لازم يكونوا جواهم نفس عدد الفيكتورز يعني الدايمنشن واحد زي ما ذكرنا الجزئية الأخيرة في السؤال دوت برضو دي تعتبر revision يعني على اللكتشر بتاعت الاسبان بيقول لي describe span S هل لو أنا عرفت ان dimension of W equals to هل ده معناه ان ال S spans P3 كلها؟ لا طبعا
لأن أنا عارفة إن الـ dimension of P3 equals كام؟ 4، فما ينفعش 2 vectors يعني عدد أقل من 4 يعمل span للـ P2 كلها، ده أكيد بيعمل span لجزء من الـ P2، subset من الـ P2. فإحنا علشان نوصف إيه هي السبست دي أو السبسبيس دي اللي الإس بتعمل لها سبان، يعني كأني بوصف إيه هي الدبليو اللي أنا بتكلم عليها، كأني بعمل تشيك للسبان، يعني الخطوات هي كأنها التشيك بتاع السبان. السبان بنعمله إزاي؟ بنجيب arbitrary vector جوه الـ P3 اللي هو AT to the power 3 plus BT square plus CT plus D، و بشوف هل الجنرال فيكتور في البي 3 ده ممكن اكتبه كلينير كومباينيشن اوف ذا فور فيكتورز ان اس. هكتب C1 في اول فيكتور في الاس بلس C2 في ثاني فيكتور في الاس بلس C3 في ثالث فيكتور في الاس بلس C4 في رابع فيكتور في الاس ايكوالز ال بولينوميال اللي انا يعني افترضته arbitrary polynomial جوه الـ P3، وهيطلع لي بقى الـ system of equations ده، وهحاول أحله وهلاقي إنه الـ echelon form of the augmented matrix، وهنا طبعاً هنتعامل مع الـ augmented matrix، ما ينفعش أتعامل مع الـ coefficient matrix، لأن الـ right hand side هنا ما بيساويش أصفار، ده بيساوي parameters معينة. فالـ operations برضو ما ننساش نعملها على كل الرو قبل وبعد الـ dotted line، فالـ echelon form بتاع الـ augmented matrix هيكون بالشكل ده. طيب هنسأل نفسنا، هل السيستم اوف لينير ايكويشنز ده كونسيستنت على طول ولا كونسيستنت اندر ا كونديشن؟ لو كونسيستنت ويز نو كونديشنز يبقى ده معناها انه الاس سبانز البي 3، وده طبعا عمره ما هيتحقق. لكن لو احنا بصينا هنا هنلاقي ايه؟ هنلاقي اخر تو روز الرايت الجزء اللي قبل الدوتد لاين بصفر، واللي بعد الدوتد لاين ببارامترز معينه مش بصفر، يبقى ده معناه انه اللينير سيستم هنا is consistent under two conditions. انه ايه بقى؟ انه c plus 2a equals 0 وان d minus b equals 0، يعني ال s بتعمل span لمجموعه من البولينوميالز p3 اللي بتحقق الشرطين دول، ما بتعملش سبان للبي 3 كلها، مش اي بولينوميال اقدر اكتبه كلينير كومباينيشن من الفيكتورز ان اس. البولينوميالز بس اللي بتحقق الشرطين دولت هي اللي اقدر اكتبها كلينير كومباينيشن من الاس، وبالتالي الدبليو او سبان اس هيبقى هو سيت اوف فيكتورز او سيت اوف بولينوميالز اللي محققه الشرطين دول. فكاني ممكن اعوض الـ C plus 2A equals 0، معناها إن الـ C equals negative 2A، فأشيل الـ C وأحط بدلها negative 2A مثلا، والـ D minus B equals 0 معناها إن الـ D equals B، فهشيل الـ D وأحط B. أي polynomial محقق الشرط ده يبقى هو جوه span S، فspan S هي subspace of P3 containing the polynomials of these four. وده كده جاوبنا على describe span S. كده خلصنا أول approach في إزاي أوجد basis لvector space أو space أو subspace معينة. أول approach تاني هو بيكون عندي set بتعمل span، a spanning set، بس ممكن تكون linearly dependent. ازاي احل المشكلة دي؟ عرفنا ازاي اوجد منها من جواها ازاي اوجد basis للsubspace او الvector space المعينين دول، باني اشيل الvectors الزيادة او اوجد linearly independent vectors منها. تاني approach بقى العكس، انا عندي linearly independent set of vectors ما بتعملش span، ازاي بقى
ازود عليها فيكتورز معينين بحيث انها تفضل لينيرلي اندبندنت، وفي نفس الوقت تحقق الشرط التاني اللي كانت مش محققاه اللي هو تعمل سبان. فهنشوف ثيرم 2 بتقول لي ايه. بتقول لي if a set S is a linearly independent set of vectors in a vector space V, then there is a basis، هنقول ان هي T، for V that contains S. يعني ايه؟ يعني لو S دي linearly independent set of vectors، يبقى انا اقدر اعمل لها extension بحيث انها تكون basis للvector space، وده عن طريق ان انا بزود appropriate vectors into S. طب هعمل ازاي الطريقة دي؟ هنشوف في السلايد الجاي. بس هنقول النوت الاخيرة دي، انه ده معناه ايه؟ انه every linearly independent set is contained، متضمنة جوه basis معينة. يعني الثيرم الأولانية كانت بتقولي إنه every spanning set contains، بتضم basis معينة. يعني every spanning S بقدر أعمل لها reduction بحيث إنها تكون لي basis معينة. ثيرم 2 بتقولي إن every linearly independent set is contained، متضمنة جوه basis معينة. يعني ايه؟ يعني every linearly independent set اقدر اعمل لها extending او enlarge، يعني بزودها بحيث انها تضم، بحيث انها تكون basis لل v عن طريق ان انا بزود لها vectors معينة. طيب ازاي بقى البروسيدير بتاع الـ approach دوت؟ هنقول let S be a set of linearly independent vectors k linearly independent vectors in a vector space V. The procedure for extending، ان انا ازود set S to form a basis for الـ V، ان انا بعمل ايه؟ I will form a set هسميها T. الست دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الفكتورز اللي جوه الاس بلس فكتورز تانية E1 E2 تل EN. طب هو مين ال E1 E2 تل EN ديت؟ ال E1 E2 تل EN هاخدها ان هما الفكتورز اللي جوه الستاندرد بيسس بتاع الفكتور سبيس اللي انا بتكلم عليه. يعني مثلا لو أنا بتكلم على R2، الـ standard basis بتاعة R2 هتكون عبارة عن 2 vectors، أول vector 1 و 0، تاني vector 0 و 1. وبالتالي لو أنا عندي set linearly independent بس ما بتعملش span، هزود عليها الـ vectors اللي أنا قلت عليهم دولت. وبما إن الـ standard basis أكيد الفكتورز اللي جوه الستاندرد بيسس أو الست اللي هي فيها الستاندرد بيسس دي محققة شروط البيسس، يبقى أكيد بيعملوا سبان. لو أنا عندي ست بتعمل سبان، لو أنا زودت عليها أي فكتورز هتفضل تعمل إيه؟ سبان. وبالتالي لما أنا زودت الستاندرد بيسس على اللينيرلي اندبندنت ست، بقت السات الكبيرة اللي فيها linearly independent set والstandard basis بتعمل برضو span، بس في الحالة دي بقت ايه؟ linearly dependent. يعني شوفوا الطريقة هي ان انا بزود vectors كتير، فالسات بدل ما هي كانت linearly independent وما بتعملش span، بقت مشكلتي كأنها مشكلة approach 1، بقت linearly dependent set وبتعمل span. فهنتبع نفس أسلوب approach 1 بعد كده في إني أوجد منها basis بإني أشيل الفكتورز اللي أنا مش عايزاها اللي هي الزيادة. يعني تاني، أول step هي إني بضيف
الفيكتورز اللي جوه الستاندرد بيسز فور ذا فيكتور سبيس او اللي انا بتكلم عليه على اللينيرلي اندبندنت سيت، وبكون سيت كبيره جواها الفيكتورز اللي في اللينيرلي اندبندنت سيت والفيكتورز اللي في الستاندرد بيسز. وبما ان الستاندرد بيس الفيكتورز اللي في الستاندرد بيسز بيعملوا سبان للفيكتور سبيس المعين اللي انا بتكلم عليه، يبقى اكيد السات الكبيره اللي هم جواهم برضو هتفضل تعمل سبان للفيكتور سبيس ده، بس هتكون في الحاله دي لينيرلي ديبندنت. ف زي ما احنا كاتبين هنا we will follow the procedure of theorem 1 of theorem 1 to find a linearly independent subset of T. بان انا اعمل ايه بقى؟ بان انا كاني هتشيك اللينير اندبندنس بتاع كل الفيكتورز دي، فهكون الايكويشن 2 اللي هي بالشكل ده c1 v1 plus c2 v2 plus ck vk plus بقى ck plus 1 e1 لحد ck plus n en equals 0 فيكتور، وهكون الاوجمنتد ماتريكس associated with the homogeneous system of equation 2 and will transform it to echelon form. وبعدين هحدد الكولمز اللي فيها leading entries والvectors corresponding to the columns containing the leading entries will form a basis for الv. هنشوف بقى دلوقتي examples. الexample 3 بيقول ايه؟ find a basis for R4 that contains the vectors، ومديني شكل الفيكتورز اللي هو عايزني اكون basis يكونوا هم vectors فيها. انا عارفة ان ال R4 ال dimension of R4 كام؟ 4، وبالتالي ده معناه ان ال two vectors دولت مش ما ينفعش يكونوا اصلا basis ل R4 لان ناقصهم 2 vectors. وبما ان هم 2 vectors يعني اقل من ال 4 vectors اللي انا محتاجاهم عشان اكون basis، يبقوا اكيد ما بيعملوش span ل R4 لكنهم linearly independent، لان هو بيقول لي عايزهم جوه الـ basis، فأكيد دولت linearly independent. بس أنا بقى عايز أزود عليهم vectors بحيث إن هم يفضلوا linearly independent بالإضافة للـ vectors الجديدة، وكمان بقى يعملوا span يعني السات الجديدة اللي جواها الـ V1 والـ V2 تكون linearly independent وكمان بتعمل span. طيب هنشوف بقى بنعمل كده إزاي باتباع البروسيدور اللي احنا ذكرناه في سلايد نمبر 11. هنقول let الست اللي جواها E1, E2, E3, E4 be the natural basis for R4. احنا عارفين ال natural basis هي عبارة عن vectors مختلفة من الفورم بتاعت ال R4، كل vector فيهم جواه 1 component بيساوي 1 والباقي أصفار. فالـ E1 هيبقى عبارة عن 1 0 0 0 E2 0 1 0 0 E3 0 0 1 0 E4 0 0 0 1. وهنكون السات اللي هي بنفس الترتيب، هنحط الفيكتورز اللي هم linearly independent vectors اللي عايزني أحطهم كجزء من basis أكونها، وبعدين هحط الـ natural basis. ليه؟ لأن زي ما ذكرت على حسب الترتيب اللي هنحطه هيطلع لي الـ basis. فأنا مش عايزة بقى أحط الـ vectors الأربعة الأولانيين ما هم دول يكونوا الـ standard basis مثلا، ما هيتطلع لي إن هم الـ standard basis ومش هيطلع لي الـ vectors اللي أنا عايزاها تكون جوه الـ basis. أنا عايزة basis بشكل معين يكون جواها الـ V1 والـ V2. ف هكون سات جديدة أول فيكتورز فيها هم الفيكتورز اللي هو طالب إن هم يكونوا متضمنين جوه البيسس. يعني أول حاجة هكتب الـ V1 وبعدين الـ V2 وبعدين الـ E1 E2 E3 and E4. وبما إن الستاندرد السات اللي جواها الـ E1 لحد الـ E4 دي spans الـ R4،
يبقى بالتالي السات الكبيرة اللي أنا زودت فيها عليها الـ V1 والـ V2 برضو هتعمل سبان للـ R4، لكنها هتكون linearly dependent. ليه؟ لأن إحنا زي ما ذكرنا الـ dimension of R4 equals 4، والـ S contains دلوقتي 6 vectors يعني أكتر من الأربعة، وبالتالي السات هتكون linearly dependent لكنها بتعمل span. فهنتبع البروسيدير كأنه بتاع approach 1. فدلوقتي هنوجد subset من الـ S تكون basis للـ R4، يعني هعمل إيه؟ كأني بتشكل linear independence. هقول C1 V1 لازم الـ V1 هو الأول والـ V2 بعد كده، لكن ما نحطش الـ standard basis الأول، نحط الـ V1 والـ V2 أو أيًا كان عدد الـ vectors اللي هو طالب إن هم يتضمنوا جوه الـ basis. لو مديني 3 vectors هحطهم هم الأول. فهتبقى C1 V1 plus C2 V2 plus C3 E1 plus C4 E2 plus C5 E3 plus C6 E4 equals the zero vector اللي هو هنا هيكون 0 0 0 0. الإيكويشن دي هتطلع لي الهوموجينس سيستم اللي احنا شايفينه دوت، ولو احنا حطينا الكوفيشنت ماتريكس بتاعتنا وحولناها لإيشلون 4 هنلاقي ايه بقى؟ هنحدد الليدنج انتريز. زي ما انتم شايفين الليدنج انتريز بتاعتي اللي انا محدداها في السيركلز الحمراء دي، الريد سيركلز او اللي هما الليدنج انتريز موجودين في كولمز كام؟ موجودين في كولم 1 كولم 2 كولم 3 اند كولم 6. وبالتالي the vectors corresponding to columns 1 2 3 and 6 is a form a basis for ال R4. يعني مين هما ال vectors دول بقى؟ ال vectors دولت كانوا زي ما احنا كاتبين، اول واحد اللي هو اول column هنا corresponding لاول vector هنا اللي هو مين؟ اللي هو V1 اللي هو كان مديهولي في السؤال اللي هو 1010. والكولم الثاني هنا كورسبوندينج للفيكتور الثاني اللي هو V2 اللي هو كان مديهوني في السؤال نيجاتيف 1 1 نيجاتيف 1 و0. والفيكتور الثالث الكولم الثالث هنا هو الكورسبوندينج للـ E1، والكولم السادس كورسبوندينج للـ E4. فهيبقى الست اللي جواها V1 V2 E1 and E4 is a basis for R4 containing V1 and V2 زي ما هو طالب، زودت عليهم 2 vectors تانيين من الـ standard basis وهم الست دي بتعمل span طبعا وكمان linearly independent وبالتالي basis for R4. وبكده نكون خلصنا الـ approach التاني بإني how to find a basis. أو الأبروتش لو إحنا أخلينا بشرط اللينير إنديبندنس لكن السبان متحقق، إزاي أوجد من جوه السبانينج سيت بيسس. تاني أبروتش إزاي لو اللينير إنديبندنس متحقق بس السبان مش متحقق، إزاي أزود فيكتورز معينين على اللينيرلي إنديبندنس سيت دي وأكون بيسس. تالت أبروتش بقى هو إن أنا هو مش جايب لي فيكتورز معينة، هو بس جايب لي شكل السب سبيس أو الفيكتور سبيس اللي هو عايز لها بيسس. فأنا بحاول أحط الجنرال element of الفيكتور سبيس أو السب سبيس اللي هو مديهوني كلينير كومباينيشن of some other vectors، وبعدين بتشيك linear independence بتاعهم وبشوف البيسس بقى بتاعتي. لو هما linearly independent خلاص هتكون basis، لو هما مش linearly independent هكون منهم set تكون linearly independent. خلينا نشوف examples. بيقول find a basis for the subspace W of R3 consisting of all vectors of the form A, B, C where مديني condition 2a plus b minus c equals 0. وبيقول لي بعد ما تجيب البيسس هاتي الدايمنشن بتاع السبسبيس اللي هي الـ W دي.
انا بقى الابروتش ده اهو زي ما انتوا شايفين، هو مش مديني اصلا فيكتورز اتشيك هي سبان ولا لينيرلي اندبندنت ولا اي حاجه، هو بيقول لي خلقي انت البيسس للسب سبيس اللي هي واخده الشكل A وB وC under the condition ان 2A plus B minus C equals 0. انا هعمل ايه بقى؟ الحل هيكون كالاتي، زي ما احنا ذكرنا في اول ابروتش 3، بحاول اكتب الجنرال فيكتور في صوره لينير كومباينيشن من فيكتورز تانيين، فالفيكتورز التانيين دول هيكونوا بيعملوا سبان، هتاكد هما لينيرلي اندبندنت ولا لا. لو لينيرلي اندبندنت يبقى خلاص الفيكتورز دول بيسس، لو مش لينيرلي اندبندنت هتتبع الابروتش اللي احنا عارفينه ان ازاي اكون دي اوجد سبست من الفيكتورز دول يكونوا لينيرلي اندبندنت وهيفضلوا محافظين على الخاصيه بتاعتهم ان هم بيعملوا سبان. فهقول ال W بيس هي سب سبيس اوف R3 زي ما هو قايل لي consisting of all vectors of the form A و B و C. فال W هي عباره عن السيت اللي جواها vectors من الشكل A و B و C under the condition ان 2a plus b minus c equals 0. يعني ممكن اكتب الكونديشن ده ازاي لو انا وديت c الناحيه الثانيه؟ يعني كاني بقول ان c equals 2a plus b، يعني كانه بيقول لي ان w مكونه من كل الفيكتورز في R3 اللي ثالث كومبوننت فيها اللي هو c عباره عن 2 times اول كومبوننت plus تاني كومبوننت، يعني C شلتها وحطيت بدلها الكونديشن، حطيت الكونديشن يعني جوه الشكل بتاع الفيكتور نفسه. فالفيكتورز اللي جوه ال W لازم تكون محققه الشرط ده، يعني A و B و 2A plus ال B. يعني مثلا لو انا اديتك يعني الفيكتورز اللي جوه ال W ديت شكلها عامل ازاي؟ اي فيكتورز اوف ذيس فورم. وان وان وثري حقق الكونديشن ده ولا لا؟ هنشوف، هنبص على تالت كومبوننت. تالت كومبوننت ده عباره عن ايه؟ هل هو عباره عن 2 تايمز 1 بلس 1؟ اه اللي هو 3. بس انا بوريكم يعني ايه السيت، زي ما كنا بنعمل قبل كده السيت اوف فيكتورز اللي هي جواها فيكتورز بالفورم ده. انا بقى طريقتي ازاي هكون بيسس بقى؟ هحاول اكتب الشكل اللي هو الجنرال فيكتور دوت، هحاول اكتبه في صوره لينير كومباينيشن من فيكتورز ثانيه. ازاي هعمل كده؟ هعمل كده بان انا هاخد كل بارامتر من اللي عندي ككومن فاكتور. ازاي؟ يعني مثلا اللي هو الجنرال فيكتور دوت اقدر اكتبه ان هو عباره عن الاي اللي هو البارامتر اي مضروب في الفيكتور اللي عباره عامل ازاي؟ ال A لو انا اخدتها كومن فاكتور من هنا هيبقى كان هنا في ايه؟ 1، تاني كومبوننت ما فيهوش ايه خالص فهيبقى 0، تالت كومبوننت الكوفيشنت بتاع ال A بكام؟ ب 2، فهتبقى A تايمز الفيكتور 1 و 0 و 2 بلس هاخد ال B كومن فاكتور، فهتبقى لو اخدت ال B كومن فاكتور من الفيكتور ده اول كومبوننت ما فيهوش بي فهتبقى ايه؟ 0، تاني كومبوننت في بي الكوفيشنت بتاعه كام؟ 1 فهكتب 1، تالت كومبوننت في بي الكوفيشنت بتاعه كام؟ 1 فهكتب 1. لو انت يعني لو احنا جمعنا التو فيكتورز دولت هيطلعوا لي الفيكتور دوت زي ما احنا شايفين اهو، تاني عشان نتاكد اللي هنا الاي بلس 0 اللي هو اي، تاني كومبوننت 0 بلس البي اللي هو البي، تالت كومبوننت 2a plus b اللي هو اهو تالت كومبوننت هنا. فانا بحاول الفكره كلها ان انا بحاول اكتب الجنرال فيكتور كلينير كومباينيشن من فيكتورز ثانيه. ازاي بعمل كده؟ كاني باخد ال a كل بارامتر من البارامترز اللي عندي كومن فاكتور واضربه في فيكتور معين واجمعهم على بعض، وبالتالي ادام انا عرفت اكتب الجنرال فيكتور as a linear combination
من الـ vectors 1 و 0 و 2 و 0 و 1 و 1 يبقى الـ 2 vectors دولت بيعملوا span للـ w. ده تعريف الـ span. ايه هو الـ span او امتى 2 vectors بيبقوا span؟ لو اي vector في الـ subspace او الـ vector space اللي انا بتكلم عليه قدرت تكتبه كـ linear combination منهم. فانا هنا فعلا عرفت اكتب الـ general vector كـ linear combination من الـ 2 vectors دولت، وبالتالي بقول ان الـ 2 vectors دولت بيعملوا span للـ w. يبقى اول شرط ان هم يكونوا basis متحقق. تاني شرط بقى هعمل ايه؟ هتشيك هما linearly independent ولا لأ؟ هو احنا لو بصينا على شكلهم كده من البداية، يعني انا هنا عندي واحد وصفر وهنا عندي صفر وواحد، فلازم هيطلعوا linearly independent، مفيش حاجة منهم linear combination من التانية. بس برضو لو محدش اخد باله يعني، وغالبا يعني في الاول يعني ممكن ما تاخدوش بالكم غير لما تحلوا كتير، يعني المفروض يعني فورمالي ما حدش يقول ان هي لينير اندبندنت ولا لا، انا بس بوريكم الفكره، غير لو شرح لي فعلا هي ليه لينير اندبندنت او عمل البروسيدور اللي احنا بنتبعه في كل المسائل بتاعتنا علشان نتشك لينير اندبندنس which is the more formal way يعني. فهنقول سي 1 تايمز اول فيكتور بلس سي 2 تايمز ثاني فيكتور هيديني الزيرو فيكتور ان ار 3، وهكتب بقى هلاقي ان اول الـ resulting homogeneous system كان بالشكل ده c1 equals 0 c2 equals 0. شايفين طالعه ببساطه يعني السيستم اتحل، واخر equation اللي هي الزياده 2c1 plus c2 equals 0. فمن هنا عرفت انه الـ homogeneous system has unique trivial solution c1 equals c2 equals 0، وبالتالي ده معناه ان الـ 2 vectors دولت برضو مالهم linearly independent. يبقى two vectors span w and are linearly independent، وبالتالي الست اللي جواها two vectors دو هتكون basis للw، والdimension of w في الحالة دي هيكون عبارة عن two لأن أنا عندي two vectors في البيسس. هنشوف example two examples كمان، واحد على الماتريسيز واحد على البولينوميالز علشان تكونوا عرفتوا كل الفورمز بنعملها ازاي. بيقول في example 5 find a basis for the subspace W of M22 consisting of all symmetric matrices. What is the dimension of W؟ هي symmetric matrices الصفة بتاعتها، الصفة بتاعتها ان ال off diagonal elements are equal. فانا هقول ان ال W هو بيقول لي ان هي عبارة عن subspace من الـ M22، يعني هي عبارة عن subspace من الـ 2 by 2 matrices، من الـ vector space اللي هو 2 by 2 matrices، اللي هي محققة شرط السيمتري ان هي تكون symmetric. فهكتب general vector في الـ M22 يكون محقق شرط ان هو يكون symmetric، يعني الـ off diagonal elements اللي هي عندي هنا b و c يكونوا بيساووا بعض. فممكن ادخل بقى الكونديشن اللي انا حطيته ده جوه الماتريكس، فهتبقى عباره عن 2 by 2 matrix ال off diagonal elements بتساوي بعضها اللي هي هنا ايه ب b. هعمل ايه؟ هحاول اكتب الجنرال فيكتور بتاعي دوت in as a linear combination of other matrices in M22، of other matrices in W كمان، of other matrices in W. فهشوف كده هنا عندي هاخد الـ A common factor واشوف هعمل لها multiplication بأنه vector. لو أنا أخدت الـ A common factor فهيكون هنا في 1، وهنا هل الـ A مضروب، هل الـ A موجودة في الـ element ده؟ لأ، هتبقى 0، وهنا 0 وهنا 0، فهتبقى A times matrix اللي بالشكل ده plus هاخد ال B، فهتبقى هنا 0 1 1 0 plus ال D، هاخد ال D هتبقى هنا 0 0 و 0 1، فهتبقى عرفت اكتب الجنرال vector as a linear combination من ال 3 matrices دول، وبالتالي الـ 3 matrices دولت span الـ W. يعني لو أنا حطيتهم في set هسميها S، هقول إن الـ S spans W. بس أنا دلوقتي عايزة أتشيك
هل الاس لينيرلي اندبندنت ولا لا؟ هنتبع البروسيدور بتاعنا، هنلاقي ان الهوموجينس سيستم في الحاله دي برضو بسيط جدا، موضح لي من غير ما احط اوجمانتد ماتريكس ولا حاجه، موضح لي ان سي 1 ايكوال سي 2 ايكوال 3 سي 3 ايكوال 0، يعني الهوموجينس سيستم عنده يونيك تريفيال سولوشن، وبالتالي الاس از لينيرلي اندبندنت، وبالتالي الثري ماتريسيز دولت بيعملوا سبان وكمان لينيرلي اندبندنت، يبقى الست اللي جواها الثري فيكتورز دول هتكون بيسس فور الدبليو، وبالتالي دايمنشن الدبليو هيكون هنا اللي هو النمبر اوف فيكتورز ان ذا بيسس فور الدبليو هيكون 3. اخر اكزامبل بقى اللي هو فايند ا بيسس فور ذا سب سبيس اوف بي 3 كونسيستنج اوف اول فيكتورز اوف ذا فورم 8 t to the power 3 plus bt square plus ct plus d where b equals 3a minus 5d وc equals d plus 4e. فحطيت لي conditions على ال polynomial دوت، هضمنها جوه general form وهبدأ اشتغل بنفس الطريقة. هقول هسمي الـ subspace of B3 اللي جواها الـ polynomials اللي لازم تحقق الـ two conditions دولت هسميها W، هقول let W equals الـ polynomial ده اللي محقق الـ two conditions اللي هو مديهم لي، وبعدين هعوض بالـ conditions دي جوه شكل الـ polynomial دوت، فهشيل الـ B وأحط بدلها 3a minus 5d، هشيل الـ C وأحط بدلها d plus 4a أو 4a plus d. وهحاول بقى اخد اكتبه في صورة linear combination من polynomials تانية. هعملها ازاي؟ هاخد الـ A كـ common كده، هيتبقى لي الـ A ديت لو اخدتها common هيتبقى هنا ايه؟ t to the power 3 وهنا 3t square plus 3t square plus a تاني plus 4t plus هنا في a، لا يبقى خلاص مفيش حاجة تانية، زيرو يعني. فهتبقى الـ a multiplied by the vector t to the power 3 plus 3t square plus 4t. أنا عندي إيه البارامتر التاني؟ الـ d وهو البارامتر الأخير، فهقول plus هاخد الـ d زي common factor، أول term مفهوش d، تاني term في لو أخدت الـ d common factor هيتبقى لي negative 5t square، وهنا لو أخدت الـ d common factor هيتبقى لي الـ t، وهنا هيتبقى لي الـ 1. هيبقى d multiplied by negative 5t square plus t plus 1. وبالتالي the set S which includes the two vectors اللي أنا كونتهم دولت هتكون بتعمل span لل w، وهنتشك linear independence بتاعتها وهنلاقي إن هي برضو بصورة واضحة باينة إن هي linearly independent، بس إحنا لازم نتشك linear independence. في بعض الحالات ما الفيكتورز اللي أنا بكونهم ما بيطلعوش linearly independent، فلازم أتشك. لو هما ما طلعوش linearly independent هنتبع approach 1 ونكون منها set linearly independent. لكن هنا الحالة بتاعتنا الـ S spans W and is linearly independent، وبالتالي الـ S is a basis for الـ W، والـ dimension of W هتكون equals 2. كده أنهينا الـ approaches المختلفة اللي أنا بيها أقدر أوجد basis لأي vector space أو subspace معينين. بالتوفيق، وإن شاء الله تكون المحاضرة واضحة بالنسبة لكم. شكراً.